بها اي الزام لاي حقوق. فانت وانس انك انت وصلت على الشركة او اذا قدرت قبل ما انك انت اصلا تغادر بلدك انك اساسا توقع عقد العمل مع الشركة لحتى تحفظ كل حقوقك اللي راح تكون مذكورة اساسا في هذا العقد. النقطة الثانية اللي انت بدك تدير بالك عليها لما توقع عقد العمل انه معلوماتك الشخصية كاملة بدون اي نقصان تكون مذكورة في عقد العمل وما يكون فيها اي خطأ وخصوصا اي خطأ املائي. ولا تحكي عادي ما هو حرف ولا لا، كله بيأثر عليك. فانت حاول انك انت او مش حاول، انت لازم تكون كل معلوماتك الشخصية مكتوبة بطريقة صحيحة بالسبيلينج او التهجئة الصحيحة زي ما هو مكتوب، اما في هويتك الشخصية او اذا انت طالع على بلد غير بلدك يكون مكتوب زي ما هو مكتوب عندك في جواز السفر او الباسبورت تبعك. النقطة الثالثة اللي انا بدي احكي لك اياها واللي هي نقطة كثير مهمة واكيد كثير مهمة حاليا في دولة قطر، انه عقد العمل اللي انت اساسا بتوقعه مع الشركة اللي انت قاعد تشتغل فيها او اللي اجيت على اساس انك انت تشتغل فيها ويكون موثق من وزارة العمل، والعقود حاليا كلها عم بتصير اونلاين في دولة قطر وبيكون موثق اساسا من وزارة العمل. رقم 9 اللي اكيد كلنا بنحبه الاجازات. الاجازات تكون مذكورة بشكل واضح وبالتفصيل في عقد العمل تبعك، او تكون مكتوبة انه الاجازات تكون حسب قانون الدولة وحسب المعمول فيه في الدولة اللي انت راح تشتغل فيها. غير هيك لا، انت بدك تذكر الاجازات، يعني تذكر شو حالة الاجازات اللي انت بدك تاخذها عشان ما يصير في اي اختلاف لقدامنا بدك تاخذ اي اجازه انت بدك اياها. ورقم 10 نقطه كثير مهمه، كثير 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 مهمه، عدد ساعات العمل وايام العمل اللي انت بدك تشتغلهم. كم عدد ساعات العمل اللي في اليوم وكم عدد ساعات العمل اللي لازم تنجزهم في الاسبوع، اما تكون مذكوره بشكل صريح او يكون مذكور حسب المعمول فيه بقانون العمل في الدوله اللي انت رايح عليها او اقل. اما اذا عدد ساعات العمل اللي مذكوره في العقد تبعك اكثر من القانون او قانون العمل تبع الدولة فاطلب تعديلها بشكل مباشر. قول لهم انا قانون العمل بده يطلب مني مثلا 48 ساعة عمل خلال الاسبوع، فانا راح اشتغل 48 ساعة عمل خلال الاسبوع. اكثر من هيك فبده يكون لها وضع تاني، واللي هي بتنقل لنا النقطة رقم 11 واللي بتحكي لنا انه ايش وضع عدد ساعات العمل الاضافي. اتفق عليها من البداية اذا كان في عدد ساعات عمل اضافي، فهل هي مدفوعة الاجر ولا هي راح اخذ بدالها اجازات ولا انا راح اشتغل اوفر تايم من غير اي مقابل. هلا هون هاي شوي مطاطة النقطة، انت وشو بناسبك، لكن المنصوح فيه انه يكون حسب قانون العمل. راح تكون مرات الساعة بساعة وربع، مرات الساعة بساعة ونص، ومرات الساعة بساعتين، حسب متى راح تجيك عدد ساعات العمل الاضافي اللي راح يطلبه منك. وما في شغل في الكوكب ما راح يطلب منك شغل اضافي او عدد ساعات اوفر تايم انت راح تشتغلها، خصوصا لما تشتغل في اماكن فيها تسليمات وفيها مواعيد تسليمات، فاكيد راح تضطر انك تشتغل اوفر تايم. فبدك تتفق شو وضع الاوفر تايم، هل هو مدفوع، هل هو اجازات، ولا هو فور فري وعن روح احتارنا. النقطة رقم 17 تأكد انهم يعملوا لك بريفينج عن الشركة، عن الشغل اللي انت جاي تعمله، عن البلد اللي انت جاي عليها، والمنطقة اللي انت موجود فيها، طريقة التعامل، والجهات الحكومية اللي انت راح تحتاجها، و الى اخره. فكل هاي الشغلات جدا مهمة انهم يعملوا لك بريفينج عنها، ومعظم الشركات ما بتعمل بريفينج. النقطة اللي بعدها وهي النقطة رقم 18، نقطة جدا مهمة كثير شركات بتعملها، إذا كان في اتفاقية سرية المعلومات NDA letter أو إشي توقعه بالنسبة لسرية المعلومات، فقرأها بشكل كثير منيح، وحاول إنك أنت إذا في كثير أشياء مجحفة في حقك، هي يجول هي مجحفة في حقك عشان تريح راسك، ما رح تقدر تغير فيها ولا بند، راح يقول لك إنه هذه هي الشكل او البنية او whatever البدي تبع الاتفاقية المتفق فيه في الشركة وما بتغير. فانت اذا قدرت تغير حاول، لانه بكون مصلحتك شو مغيرت اي شيء مجحف في حقك راح يكون احسن لك. النقطة رقم 19 هي نقطة جدا 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 مهمة، انه في كثير شركات بتروح تحط لك بند انه انت ممنوع تشتغل في اي شركة ثانية منافسة للشركة اللي انت رايح تشتغل فيها، اما مثلا لمدة سنتين من بعد ما تترك الشركة اللي انت جيت عليها، او لمدة 5 سنين بعد ما تترك الشركة اللي انت جاي عليها. حاول هذا البند ما تقبله باي شكل من الاشكال، ما حد له حق انه يحط لك هذا البند، مع انه مرات في قانون العمل بيكون مذكور انه عادي بيطلع الشركة انها تحط هذا البند. فانت حاول حبيا وصداقة واخويا انك تغير هذا البند، لانه صراحة راح يربك، ما حدا ليتر اون راح يشكي عليك. لكن اذا مثلا طلعت من الشركة بدون ما تطلع بطريقة خلينا نحكي اخوية او بحب وصداقة وحنان، ف
فممكنهم يستخدموا هذا البند ضدك. فحاول من الأول إذا قرأت هذا البند إنك أنت تتخلص منه بأي شكل من الأشكال. مع إنه الشركة ممكن إنها تحط أصلاً مع أي شركة منافسة تكتب معها العقد إنها هي ما تأخذ منها أي موظف لبعد سنتين أو خمس سنين من إنهاء العقد. فأنت مش كتير راح تقدر تتحكم بهذا الموضوع، لكن حاول إنك أنت ما توقع عليه، يعني ما تكون أنت السورس اللي راح يرفض. النقطة رقم 20، في شركة